من دبي مدينة السحر والإبداع بننطلق اليوم وياكم لعالم الجمال وبراويكم أحدث صيحات الموضة والأناقة. حلويات فرنسية تختار دبي كأول مقر لها في العالم. حد يحب الشوكولات وحد ما يحب الشوكولات. لعشاق الشوكولات انا قررت اني اجيبكم محل وايد حلو في دبي مول اسمه فوغي جالون، وعندهم انواع رائعه من الشوكولات. طبعا استاذ يوسف انا وايد مستانس اني اياها المكان، وحاب ان نكسر الروتين لان دائما في مزيون نراويهم يعني أشياء ثانية يعني عن الصحة والجمال وهالأشياء. فاليوم حابين نتعرف على محل فوغي جالون، خبرني عنه وعن بدايته. أول شيء برحب بكم في فوغي جالون. فوغي جالون ماركة فرنسية كانت من 1912 في باريس، عصر النهضة في باريس للفاشن وللهوت كوتشر. بعدين من خلال يعني سنوات ظلوا كانوا في شارع فيكتور هيغو المعروف في فرنسا. بعدين خلال الحرب العالمية الثانية تقريبا سكروا المشروع لأنه كانت أزمة هناك شوية اقتصادية. فرد شخصين من العائلة كانوا زاروا دبي يعني من 1998، كانوا في زيارة خاصة، هو مدام إيزابيل جوين وزوجها مستر فانسون موري، هما ملاك كانوا من أفراد العائلة اللي مالكة فوغي جالون في باريس. بعدين لما دخلوا دبي وجاءوا دبي انبهروا بدبي، يعني كانت مفاجأة حلوة لفوغي جالون وكمان للعائلة إنه يمكن هذا هو المكان اللي مرحب به عشان نسوي فوغي جالون. ومن هناك انطلقت الفكرة لإعادة الماركة من جديد ولإحيائها وإعطائها هذا كالصبغ العالمي الجديد للشوكوليت كونسبت. بعدين جاءوا لدبي وفكروا قالوا ليش ما نسوي البراند بتاعنا هون، لأن دبي ما شاء الله يعني دبي معروفة عندها صيت عالمي أول شيء في مجال الأزياء ومجال الهوت كوتر، كمان تضاهي باريس الحين ولا أحسن نقدر أقول أحسن من باريس في خلال هاي الزمن. جات الفكرة قالوا ليش ما نسوي، سووا زيارة تقريبا معظم الشوكولاتي الفرنسي الشوكولاتي زاروا شافوا يعني كيف الكونسبت فوغي جالون يشتغل هون، لأن إحنا الكونسبت بتاع فوغي جالون خاص شوية. بعدين فكروا يسووا مصنع صغير ليجربوا البراند ويجربوا شيء. وليش سووا المصنع هون؟ أول شيء عشان يضمنوا نفس الكواليتي اللي كانت من 1912 لفوغي جالون، يسووا نفس الكواليتي هون عندنا في دبي. نجحت الفكرة وكان اختيار صراحة حلو وصائب جدا، خلال لأنه ما شاء الله يعني كبرت فوغي جالون. كان أول بوتيك كنا سويناه في 2008 خلال بداية دبي مول. دبي مول معروف ما شاء الله، أي سائح يجي لدبي لازم له زيارة في دبي مول برج خليفة والفونتين. قلنا هذا المكان المناسب عشان نحط نسوي المشروع هون في كبوتيك. أول شيء البوتيك زي ما لاحظتي يعني هو بوتيك خاص سبيشل، يعني ما بدنا نسوي شيء كلاسيك عادي، لازم اخترنا نوعية من الزبائن اللي بيحبوا الشوكولات، لأن الشوكولات مجال ذو خبرة، مجال لازم له حنكة عشان تفهم في الشوكولات وتحس إنك بتاخد هاي الكواليتي. سوينا المصنع هون وسوينا الكونسبت الأول هو إنه الشوكولاتة اللي عندنا كلها تقريبا مسوية باليد وما فيها مواد حافظة، وما بتضل كتير يعني ما بتضل 6 شهور، يمكن 7 شهور، يمكن سنة، الماكسيموم بتضل شهر شهرين في الغالب عشان نضمن الكواليتي وعشان نضمن كمان النكهة الطبيعية، لأنه ما بنستعمل نكهات يعني نكهات كيميائية ولا صناعية. بالعكس بناخد الفليفر أزيتيز، مثلا النعناع بناخد النعناع لحاله وبنسوي الفليفر منه، بناخد كمان الجينجر الزنجبيل، عندنا كمان البندق. وكمان بالإضافة لهي الكونسبت الفرنسي سوينا حاولنا نسوي شيء يعني زي يقول لوكال فليفر،
من ضمنها الحلوى العماني. تصوري ان الحلوى العمانيه بزعفران تاعها بالنكهه مسوينها هنا عندكم، مسويناها هون كمان بال 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 بالشوكولاته الفرنسيه، كانت احسن شيء تقريبا بياخذوه الزباين، ولقينا الطلب على هاي الفليفرز العربيه اكثر من طلب ممكن على الكلاسيك الفرنسي. بعدين طورنا، ضفنا كمان الحلوى الرهش، الحلوى طحيني الرهش، ضفنا كمان الورد العربي الطايف في الروز، يعني مشكل مع الوايت شوكولات والبندق، وسوينا سيلكشن، يعني مكسنا سوينا مزيج ما بين الثقافه الغربيه على الشوكولات كونسيبت الكلاسيك، وضفنا عليه النكهه العربيه، الشيء اللي خلانا مميزين كثير عن زبايننا. بنحاول ندي اي برودكت ولا اي منتج نحطه هون بنحاول نخليه مميز اكثر، لان الزبون اللي بيجي عندنا مميز، يعني ياخذ حبه شوكولات اثنين ثلاثه بيدخل المحل بيلاقي شيء مميز، لا من الاستقبال لا بالنسبه للديكور وكل شيء. اوكي وانا لاحظت ان المحل السوك كلر في الوايت في الوان ومعتمدين اللون الوردي والاخضر، وهل انتم يعني تغيرون الالوان هذه بين فتره وفتره ولا هو لونه كذا يعني كذي؟ احنا في الصراحه عشان تلاقي مكانك في الماركت في السوق، وعشان تكون مميز كيف قلت لك لازم كمان تغير في المنتج، زي ما عندنا الكواليتي بالنسبة للشوكولات وبالنسبة للعلل المخملية مسوية باليد بدون ماشين، يعني بهي التقنية كمان بنفكر في المحل، وبنفكر دايما نغير الديكور بتاع المحل، وكمان الكوليكشن بنسميها احنا الكوليكشن، كل تقريبا شهرين عندنا كوليكشن. الحين احنا في يناير غيرنا وابتدينا السنة بألوان بألوان البينك، يعني أنوار الربيع، الربيع ما جاي على الطريق، أنوار الحب، يعني بتخلينا أكثر، حتى إحنا يمكن اللي بنشتغل في الشركة عمرنا ما بنحس بالملل في يوم تدخلون المكان تحسون بالبهجة، حالك بالبهجة، المكان فيه good positive energy. طبعا بنحس بإنرجي. كمان شو رأيك في الزبون؟ يعني الزبون لما بيجي وبيشوف زي شهرين يجي لاقي شيء جديد، طبعا هي حلوه. وبنسوي كوليكشن، مثلا بنسوي لرمضان بنحضر شيء لرمضان بالروعه، يعني بنحاول نخلي الثقافه العربيه الاسلاميه بالكونسيبت تاع شوكولات زائد الديكورات، وبناخذ يعني بنسوي بنشوف الاناليزز بتاع الكلتشر اللي موجوده ما شاء الله في دوله الامارات العربيه، هم تقريبا الزباين الكبار عندنا اللي دائما بيجوا عندنا لان دائما عندنا شيء جديد، وكمان عندهم حس راقي كمان في مجال الالوان ومجال الديكورات، وكمان هما بيحبوا يغيروا كل شيء، يعني بيجوا بيقول لي انا شفت عندك كوليكشن بيفور بدي شيء جديد. احنا كمان تخصصنا وهذا السر بتاعنا، يعني تخصصنا احنا بنشتغل على الكاستمايزيشن. في عندنا الفي اي بي روم بنضيف زبايننا فيها، اول شيء بيجلسوا بنفرجهم افكارنا وابداعات العمال عندنا في مجال التزيين، في مجال الشوكولاته كمان، حتى الشوكولاته يمكن فينا نسوي لك شيء خاص لك انت بمناسبه عندك بدك شيء مميز، لان في اليوم اللي عندك المناسبه كمان انت بتكوني مميزه. بنحاول نرضي زباين بهي الطريقه، وكمان بنشتغل في الكونسيبت بتاع الايفنتس والحفلات، يعني بنحضر الصواني. انا كنت بسالك هالشيء، كنت بسالك ان انا دخلت ولاحظت ان عندكم مسوين سيتنجز مكتوب عليها بيبي بوي، فاكيد انتم يعني تودون هالاشياء للايفنتس وكذي، فخبرني طبعاً. عندكم كيترينج يعني كيف ما ذكرت بيفور، يعني فوري جالون هي مو للشوكولاته لحالها، يعني فوري جالون هي كمان للايفنتس، ومن ضمن هاي الايفنتس البيبي شاور، يعني فينا نروح للغرفه بتاع في المستشفى عندك ونسوي لك الطاقم كله بالفلاور ارانجمنت بالتوزيعات الجيف اواي بوكسز، يعني بتكون محفوره باسم البيبي، يعني تختاري الوانك تختاري تشكيلتك بالشريطه اللي بدك انت اياها، زي لك ما تخلي الغرفه كلها عشان تحسي حالك انك في جاردن، يعني فرحه المولود الجديد وكمان فرحه وهذه الراحه النفسيه مطلوبه كثير، لانه الولاده هو شويه بيتعب متعب نفسيا، بس بعد النتيجه
شاء الله بتاع الولاده كل شيء بخير، تشوف اشياء حلوه حواليك وشوكولاتة بالوان حلوه، هذا هو المجال. واحنا كمان بنكون فرحانين كثير، لانه لما بنشوف انه زبون فرحان بالكونسبت وعندنا فيدباك بوزيتيف صراحه على اي شيء بنسويه، بيجونا تليفونات، بيجونا ايميلات، بيجونا ريكويست، حتى لقطر، حتى يعني حتى مثلا في البحرين، في المملكه العربيه السعوديه. وباي ذا واي عشان اضيف لك من المعلومات على فوري جالون، هي الحين مو موجوده هالحين في دبي مول، لان دبي مول كان الريفرنس يعني الفيرست ستيب عشان نسوي البراند جديد. الحين احنا موجودين في هاروتس في لندن. الله شيء حلو كثير، لان وي ووز يعني كولد باي هاروتس واتصلوا علينا وقالوا لنا وي ويل هاف ذا هون ان شاء الله نكون معاكم. كمان احنا عندنا كورنر في هاروتس، يعني في تلاقي فوري جالون ريسورس دبي، يعني طبعا حق الناس اللي يحبون يسيرون لندن وايد تقدرون تزورون فوري جالون. يعني تلاقي ان دبي اصبحت هي الريفرنس بالنسبه لاوروبا اول شيء، يعني وهذا احنا بنعتز به وبنفتخر به. وثاني شيء انه عندنا طلب كمان في دول الخليج، يعني دول الخليج كمان تقريبا عندهم حس غالي كمان للشوكولا، وعندنا طلب بنبعث الطلبيات للقطر، بنبعث للمملكه العربيه السعوديه، بنبعث لمملكه البحرين. والحين احنا في تحضير اخر لمسات للبوتيك جديد عندنا في فوري جالون، الموجود حيكون ان شاء الله موجود في الرياض في شارع التخصصي. الافتتاح حيكون قريب بعد يمكن شهرين ان شاء الله. ان شاء الله ونتمنى انه ان شاء الله نرضي الزبائن، لان الطلب لاحظنا ان الطلب بقى يكبر عندنا، يعني طلب وايد، ولازم كمان احنا نكون في مستوى. واحنا ما بنسوي ولا شيء لغايه ما نكون يعني متاكدين ان هذا الشيء اللي حندي الزباين حلو خالص. طبعا بعد لاحظت ان عندكم اطقم البيت، يعني مثلا صحون وقلاصات، وعندكم شموع، وعندكم اشياء ثانيه. خبرني ليش حبيتوا انكم تنوعون من غير الشوكليت، يعني حاطين اضافات ثانيه بعد؟ طبعا يعني كيف ما خبرتك انه فوري جالون مش هي للشوكليت، الناس يمكن الزباين في المعظم الناس اللي بيعرفوا فوري جالون بيشوفوا ان فوري جالون شوكولاتي، يعني شوكولاتي هذاك الكلاسيك. انا بقول لهم من الحين يعني من المكان ان فوري جالون مو هي لا شوكولاته الحاله ولا العلب. احنا كمان بن يعني حصريا عندنا طاقم اكسسوارات حصريا عن فوري جالون، مو حيلاقوها في مكان ثاني، من براندات عالميه ومعروفه. يعني مثلا اقول لك لوغو سيلينياك هي من الفنانين الفرنسيين من لاغ دو ديكور من باريس. هيدا الفنانين بيحضروا لنا كوليكشن من البورسلين ليموج. هالبورسلين بيسووا عليه رسمه محفوره بالذهب، محفوره بالالوانك الخاصه، وكمان كانك زبونه يعني وبدك شيء طاقم سبيشل يعني لليك انت خاص، فينا نحضره لك بهي المستوى. كمان احنا ريبريزنتاتيف لا كريستال دو باري، مثلا من افخم الكريستالات الموجودين في العالم. احنا كمان عندنا كريستال بيرفيوم باتل لا تحطي فيها العود بالكريستال مع قطع الذهب يعني محفوره كويس عندنا. احنا كمان انتباهي وباعتبارنا فرنسيين فيها ريحه بعد، يعني عندكم شموع بعد؟ يا عندنا شموع حلوين كثير من انا اموت على الشموع، من بوجي للفرنسيز، من الحقول في بوردو، حقول الزهور المعروفه بالزهور، بالورود والزهور. احنا بنجيب هاي الكوليكشن خاصه لفوري جالون، عليها لو تشوف الكاندل تاخديها في يدك تحسي انك ماسكه كاندل، مو على السانت ولا على العطر، حتى على الفينيشين بتاع البوت يعني الكاندل حالها. كان لك وايد استاذ يوسف، واستفدنا من المعلومات، والله يوفقك ان شاء الله. الله يخليك وشكرا، وبرحب بكم كمان مره ثانيه فوري جالون. لا تقتصر الهدية على مناسبة خاصة، الزيارات العائلية ولقاءات الأصدقاء المعتادة تعتبر وقتا مناسبا لتقديم الحلويات. بوتيك فوغي أند جالون يعتبر مكان مليء بالخيارات المتعلقة بالهدايا الفاخرة.